غادي تشوفوا توريد وش نقول لكم، الخدود غادي تبرز، غادي تنفخ لكم بدون عمليه، وغادي تولي لكم واحد الخدود مثل التفاحه، غتولي خدود رائعه جدا. يعني الوجه ديالكم ما بقاش فيه النحافه نهائيا، ديروها في الوجه كامل كما بغيتوا، فقط غير نحضروا المكان ديال النيف وديروها في المكان اللي بغيتوا نتوما تنفخوا، في اليدين، في اي مكان نتوما اللي بغات تنفخوا تنفخوا. هاد الوصفه راه زوينه 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 بزاف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم جديد في قناتكم مطبخ اميره. اول حاجه بغيت نشكركم، نشكركم بزاف بزاف في الفيديو السابق وفي تعليقاتكم الزوينه، جاني واحد التعليقات في حقي وحق ماما. كنشكركم بزاف بزاف انكم كتجربوا الوصفات وتصدق معاكم هاد الشهادات، انا اعتز بها فعلا مني كتشكروني وتقولوا لي راني وصفات جاتني، وشكرا. جاوني تعليقات من الجزائريات والمغربيات، كنلقيكم التحيه ونقول لكم شكرا شكرا على التشجيع ديالكم، وانا ايضا غنلبي لكم طلبات، وجاني طلبات كثيره وعديده للمشكل النحافه ديال الوجه، بغاو النفخ ديال الخدود ورفع الخدود. ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه امنه وغير مضره، وغادي تنفخ لك الخدود وغادي تورد لك الخدود، غيولي الخدود ديالك مثل التفاح بمكونين فقط، بمكونين فقط. غير تبعوا معايا الطريقه وكيفاش الطريقه والاستعمال ديالها، وان شاء الله غادي تنالوا على الاستحسان بهذه الوصفه لمده اسبوع، غادي تشوفوا النتيجه باذن الله. وما نطولش عليكم كيف ما ديما، صلوا على نبينا، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حتى نتوما صلوا على نبينا في التعليقات باش يكون ليا ولكم الاجر كذلك، ومشيو مباشره ندخلوا نتعرفوا على الوصفه باذن الله. بسم الله على بركة الله، نبداو على بركة الله الوصفة. غادي نجيب واحد الإناء باش غنحضرو فيه الوصفة بإذن الله. غنحتاجو أول مكون هي الحلبة، الحلبة تكون مطحونة. أنا الحلبة بالنسبة ليا هي النفخ، هي زيادة الوزن، كتعطي واحد النتيجة هائلة، وأيضا هي زوينة ومفيدة للبشرة، ما فيها حتى شي ضرر. اليوم إن شاء الله غندير لكم وصفة اللي غادي تطبقوها في المكان اللي نتوما بغيتو تنفخو فيه. انا غادي نضيف ملعقه صغيره ديال الحلبه مطحونه نوضعها في الاناء. المكون الثاني وهو السمسم، السمسم اي الزنجلان يكون مطحون. ما نقولش لكم الزنجلان ايضا مكون اساسي وايضا للنفخ، ملي كتسمعي الزنجلان تعرفي راه النتيجه راه سريعه، كيزيد الوزن، كينفخ، تحطيه في اي مكان يتنفخ لك فيه، تزيدي فيه الوزن اللي بغيتي، غدير ان شاء الله في الحنيكات. ما نقولش لكم رائع هذا المكون الثاني، هو الزنجلان او السمسم يكون مطحون. غادي نضيف ملعقه صغيره كذلك، هادو هما جوج مكونين اللي ذكرت لكم، هما هادو. نضيف مكون اخر باش نخلطوا هاد المكونين بجوج باش نجمعوهم، غادي نجمعوهم ان شاء الله بالماء الورد. ماء الورد زوين، انا كنصحهم بالنسبه للبشره، ما فيه حتى شي ضرر وزوين. غنجمعوا به هاد الخلطه ديالنا، واللي ما بغاش الماء الورد يجمعوه بالحليب، المهم باش نجمعوا هاد المكونين. غندير ملعقه صغيره وغادي نخلطوا هاد الوصفه. هاد الوصفه من غير انها كتنفخ الخدود راها مبيضه وكتحيد جميع اثار التصبغات على البشره، زوينه زوينه بزاف هاد الوصفه. وغنضيفوا المكون الاخر، هو الاخير غنضيفوا الزيت، هو زيت الحلبه. زيت الحلبه زوين يكون عندكم باش تعطي واحد الوصفه تكون قويه جدا. غادي ما ناخذش منه بزاف، غادي ناخذه فقط غير نص الملعقه دي صغيره بحال هذا الشكل، غادي نوضعوه. هاد الوصفه راه مبيضه وكتحيد جميع التصبغات ديال البشره، والاثار ديال التصبغات كامله كتحيدها، راه كضربوا عصفور بحجره واحده، عصفورين بحجره واحده. شويه عاقده، غادي نزيد شويه الماء الورد باش نشوفها عاقده. غادي عيني وبي كتشوفوا عينك ميزانك ما تكونش، غنزيد الماء الورد باش ما تكونش لي عاقده بزاف. بسم الله،
صافي ما بغيتوش عاقده بزاف، كل بحال هذا الشكل بحال هكا باش يطبقوها تجينا ساهله. صافي هذه الوصفه ديالنا، ولا اسهل سهله ماهله بجوج مكونات. ودابا غتبعوا معايا التطبيق، لان التطبيق هو الاساسي لنجاح الوصفه. ما تفلتوا حتى شي مرحله من المراحل اللي كنوضع لكم في الفيديو باش الوصفه ايضا تكون عندها نجاح. دابا غادي ندور الكاميرا باش نطبقها عليا وتشوفوا الطريقه باش تنجح معكم باذن الله. المرحلة التطبيق باش غنطبقوا هذه الوصفه، ركزوا معايا مزيان. غادي نوضعوها في المكان اللي نتوما باغين تنفخوا فيه. حنايا غنركزوا على نفخ الخدود، الناس اللي باغين ينفخوا الخدود. غادي ناخذ بحال هكا القليل من الخلطه وغادي نوضعها في المكان اللي باغا بحال في الحنك. غنوضعها في الحنك بحال هذا الشكل، انتو كتشوفوا هاد الوصفة. ما نقولش لكم كترفع الخدود، كتنفخ الخدود بدون بوتوكس، بدون عمليات، غادي تنفخوا الخدود ديالكم. ما نقولش لكم وصفة رائعة. نوزعوها ونطبقوها على الحنك، الحنك الحنيكات طبقوا عليهم بحال هاد الشكل، طريقة سهلة. بالنسبه لهاد الخلطه غديروها في الوجه كامل، ولكن الا الانف، الانف نسطروا عليه شحال من سطر احمر، لان هاد الوصفه كتنفخ اي مكان وضعتو فيه راه كينفخ. الا حطيتو على النيف غادي يولي لكم النيف اكبر نيف. المهم غنوضعوها بحال هاد الطريقه. صافي غادي وزعتها على الخدود ديالي. اشنو غادي نديرو؟ غادي ناخذوا واحد البلاستيك هذا غذائي او اي ميكا عندكم، غادي نستعملوها. غادي ناخذ بحال هكا واحد البلاستيك، غادي نقطع واحد الطرف وغادي نوضعها هنايا بهذا الشكل باش كنجمع هذه الخلطه بحال هذا الشكل، كنجمعها مزيان. هانتوما الطريقه باش تعرفوا الطريقه مزيان، تشوفوها. صافي باش كتجمعوا الخلطه ديالكم غناخذ البلاستيك وجدتو قطعتو وجدتو، وايضا غادي نجمعوا بها الخلطه في الجهه الاخرى ايضا بحال هذا الشكل. بحال هذا الشكل الطريقه. ان شاء الله بدون بوتوكس، بدون عمليات، غادي نحصلوا على النتيجه اللي بغينا بطريقه طبيعيه ووصفه مضمونه وامنه. شنو غادي نديرو من بعد ما وضعنا البلاستيك؟ هذا البلاستيك يحافظ على الرطوبه ديال الخلطه، يعني ملي كتبغوا تزولوها راه كتزولوها بطريقه سهله. اشنو غادي تخليو المده؟ غتخليوها 20 دقيقه. ملي تفوت 20 دقيقه صافي غتحيدوا البلاستيكه وتحيدوا الخلطه وتغسلوا الوجه ديالكم عادي. بالنسبه اللي غيقول لي رائحه الحلبه، الحلبه كتحيد مجرد ما انكم كتغسلوا، تغسلوا بشي صابون فيه رائحه. ديما كنقول لكم ديروا صابون دوفر فيه رائحه، من بعد ملي تغسلوا ديروا واحد المرطب، ديروا اي حليب يكون فيه رائحه، كريم مرطب يكون فيه ايضا رائحه زوينه، راه كتغطي على الحلبه وما كتبقاش رائحه الحلبه نهائيا. هاد الوصفه راه زوينه زوينه بزاف، ديروها ثلاثه المرات في الاسبوع والنتيجه في الاسبوع الاول غادي تشوفوا توريد وش نقول لكم، الخدود غادي تبرز، غادي تنفخ لكم بدون عمليه، وغادي تولي لكم واحد الخدود مثل التفاحه، غتولي خدود رائعه جدا. يعني الوجه ديالكم ما بقاش فيه النحافه نهائيا، ديروها في الوجه كامل كما بغيتوا، فقط غير نحضروا المكان ديال النيف وديروها في المكان اللي بغيتو نتوما تنفخوه، في اليدين، في اي مكان نتوما اللي بغيتو تنفخوه تنفخوه. هاد الوصفه راه زوينه 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 بزاف.
كنتمنى تكون هذا الفيديو نال على الاستحسان ديالكم، وانا شرحت لكم الفيديو مزيان وطبقته على نفسي باش نتوما ان شاء الله تشجعوا وطبقوها ايضا وديروها، وما تبخلوش عليا باللايكات باللايكات البنات باش ترفع الفيديو وشوفوا اكبر عدد من المشاهدين، والبارطاج لان البارطاج كيساعدنا بانتشار الفيديوهات ويساعدنا ايضا في الاسره ديالتنا كتكبر ان شاء الله. وشكرا شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على المشاهده، وبسلامه عليكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.